معانا من الجيل اللي حضرتك اشرت اليه، جيل من الاجيال العملاقه في تاريخ النادي الاهلي، والمدير الفني لمنتخب الشباب اللي عاد مؤخرا من السعوديه بعد المشاركه في كاس العرب والخروج امام السنغال ولكن بضربات الترجيح، واحد طبعا من افضل وامتع اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه بشكل عام، نجمنا الكبير الكابتن ربيع ياسين. مساء الخير يا كابتن ربيع. خير استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وحمد لله على السلامه. الله يسلمك ونور، وتحياتي لاخويا العزيز الاستاذ محمد علي خير. اهلا بيك كابتن ربيع، ومبروك، انت عامل شغل رائع وهايل يعني. وكابتن ربيع من الجيل الذهبي اللي قلت لحضرتك عليه. اه طبعا كابتن ربيع، حضرتك حابب تقول ايه للاستاذ علي خير ضيف النادي الاهلي النهارده وضيف الاهلي يحاور وبيطلق عليه انه من العشاق الحقيقيين للنادي الاهلي في الوسط الصحفي والاعلامي المصري؟ راجل اعلامي محترم جدا، اعلامي نزيه جدا ما شاء الله، يعني شخصيته جميله، محب الوطن. وطبعا انا تشرفت ان انا كنت معاه اكثر من حاله برنامج، كذا مره في برنامج معاه، يعني معروف للجميع انه راجل محترم وشخصيه جميله جدا جدا وهادي جدا وبيعشق وطنه وبيعمل دايما يعني اعلام محترم، اعلامي محترم، يقدم دايما الحاجات المحترمه يعني الناس يعني في تلفزيون. اشكرك كابتن ربيع من ذوقك والله. على شاشه قناه الاهلي وبقول له منور الدنيا يا استاذ محمد علي. الله يخليك، الله يخليك يا كابتن ربيع. نفس الكلام اللي حضرتك قلته عن الاستاذ علي خير ده بيقال عن اجتهادك مع منتخب الشباب يا كابتن ربيع، وسلوكياتك المستمره وجهدك في العمل وكل ما عرف عن شخصيه النجم الكبير كابتن ربيع ياسين منذ ان كان لاعبا في منتخب مصر والنادي الاهلي. لسه الاستاذ علي خير بيقول حضرتك عامل شغل كويس جدا وعامل جهد كبير. شايف ازاي او بتقيم ازاي تجربتك في البطوله الاخيره وكل المشوار الخاص بالفتره اللي فاتت مع منتخب الشباب؟ تجربه بفضل الله ناجحه جدا الحمد لله على مستوى الاداء والفنيات، انا مبسوط جدا الفنيات. وصلنا النطق، انا عاوز جوانب خططيه مهمه جدا، جوانب مهاريه فيها تصوير رائع، شخصيه لاعب. طبعا صناعه اللاعب محتاجه وقت ومحتاجه شغل كتير. حجم شغلي انا طبيعي جدا مع اللعيب لازم يكون كتير، لان بصنع لاعب دولي. اعتقد ان الاولاد قدموا كوره ممتعه ممتعه ووصلوا لنضج فني، انا مريحني نفسيا يعني. مع ان يعني انا طموحي كبير جدا، لان التصفيات اللي جايه قويه جدا، فيها مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، تصفيات جديده ونظام جديد. لكن ان شاء الله تعالى مع الوقت هيبقوا افضل وقدموا تبلوات رائعه فنيه، انا مبسوط منها جدا ونتائج رائعه طبعا. وما كانش في توفيق في ماتش السنغال، لو في توفيق كنا وصلنا نهائي يعني، جه اثنين بينالتي وضيع بينالتي وضيع بينالتي في ضربات جزاء. فالنطق الفني رائع والشخصيه جميله جدا، وحجم الشغل اذا كنت انا بقدم جهد وصحه وفنيات وخبرات يا استاذ محمد، ده لوطني، وطني العزيز، بلدي اللي انا عايش في خيرها، وانا لعيب دولي اعرف يعني ايه قيمه وطن. فده جيل انا بقدمه للكره المصريه. في تطور بيحصل يا كابتن ربيع، يمكن من ست شهور لو حضرتك تتذكر سالتك وكنت حضرتك معانا على التليفون او في حلقه على الهواء ضيفنا في قناه الاهلي، قلت لحضرتك وقتها في لعيبه تقدر حضرتك تبدا تطلع الراي العام على اسمائهم انهم قريبين جدا انهم ياخدوا اماكن في المنتخب الاول، قلت لا لسه لحد المرحله دي ما اقدرش اقول اسماء. هل في لعيبه قربوا قوي ومستواهم واعد جدا وبروميسنج بدرجه تخليهم قريبين او على اعتاب المنتخب الاول؟ والله انا في عندي محمد ابراهيم عادل، ده لعيب غير عادي ما شاء الله، احسن لعيب في البطوله. لو كنا وصلنا نهائي كان خد احسن لعيب في البطوله، ده لعيب في بيراميدز هايل هايل، نجم كبير، لعيب كبير ناضج، بيعمل كل حاجه في الكوره ما شاء الله، عامل قوه كبيره جدا للمنتخب المصري. في اسامه فيصل برضه في الزمالك، في عبد المحسن ده برضه جاي له فتره معيشه بره، في كتير جدا يا استاذ محمد. بس انا ما بحبش اتكلم ليه، عشان برضو مش هقدر اتكلم قوي الا لما نلعب الماتشات الرسميه واقول لك اه صحيح، دول فرقوا معايا ووصلوني وحط مصر في المقدمه، فيبقى الارقام هي اللي بتتكلم وقتها. اي مظبوط كده، فدول يعني اتكلمت عليهم سريعا لانهم يستاهلوا طبعا، وفي اكثر من لعيب والله يا استاذ محمد. اخيرا مبشر للمستقبل المنتخب الوطني بمشيئه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوف الكوادر دي ويكون تاثيرها اكبر على النتائج والمباريات الرسميه. اخيرا كابتن ربيع وسريعا عايزين نعرف راي حضرتك في المباراه الجايه امام سان داونز. اولا انا مطمئن تماما ان الاهلي بفضل الله تعالى يعني قدموا شوط ثاني رائع، كسبنا بطريقه كويسه جدا، بيتهيألي ان الاهلي هو الاحسن والافضل، هو الخبرات طبعا اللعيبه، بس مطلوب تركيز اللعيبه، التزام اللعيبه، اصرار اللعيبه. فايلر لازم يرى جيم كويس ويرى منافس كويس وشافه ويحضر التشكيل المناسب ويحضر التوظيف المناسب
التدوير المناسب، التغييرات المناسبه، قوتهم في شكل فرقته دفاعيا وهجوميا. الخطه مهمه جدا باذن الله تعالى، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع من صن داونز كسبان بمشيئه الله تعالى باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك وموفق في التجارب وفي جهدك مع المنتخب، منتخب الشباب في الفتره الجايه ان شاء الله، المدير الفني ونجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا كابتن ربيع ياسين.